بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 48 بعد 200. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله اتصالا بما سبق في بيان أمراض القلوب وشفائها، قال: والقرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشهوات والشبهات ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب، فيرغب بما ينفعه ويرغبه عما يضره، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب، فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي، ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده، كما يغتذي البدن بما ينميه ويقومه، فإن زكاة القلب مثل نماء البدن، والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح، يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح، فالقلب يحتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره، وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا. والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صار القلب يزكو بها، وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب، وكذلك ترك المعاصي، فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، ومثل الدغل في الزرع، فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت، فينمو البدن. وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته، حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه، فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال تعالى: وما يدريك لعله يزكى. قال تعالى: فقولا له. وقال تعالى في قصة موسى مع فرعون: فقل له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير، فإنما تحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا.
قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهي التوحيد، وهي التوحيد والإيمان الذي يزكو به القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. والتزكية جعل الشيء زاكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخير، كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في الاعتقاد أو في اعتقاد الناس فيه. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبروا بزكاتها، وهذا غير قوله قد أفلح من زكاها، ولهذا قال: هو أعلم بمن اتقى. وكان اسم زينب برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وأما قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، أي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي الشهود فيخبر بعدالتهم، والعدل هو الاعتدال، والاعتدال هو صلاح القلب كما أن الظلم فساده، ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه، والظلم خلاف العدل، فلا يعدل على نفسه بل ظلمها، فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم. وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم، كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه، فمنه العمل، وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج، فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال بعض السلف: إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. قال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. وقال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. وتبسل أي ترتهن وتحبس وتؤسر، كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه، والمرض إنما هو بإخراج المزاج عن الاعتدال، مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه، لكن الأمثل فالأمثل. فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل، ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف، والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا، ولكن الأمثل فالأمثل. ولهذا يقال: هذا أمثل، ويقال للطريقة السلفية: الطريقة المثلى. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط، وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له، ثم العدل على الناس في حقوقهم، ثم العدل على النفس. والظلم ثلاثة أنواع، والظلم كله من أمراض القلوب، والعدل صحتها وصلاحها. قال أحمد بن حنبل لبعض الناس لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من المخلوق هو لمرض فيك كمرض الشك والذنوب. وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته،
قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع، كقوله تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.